أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن مصر تحرص على لعب دور محوري في إطار التعاون مع التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية على مختلف الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بمحور تحقيق التنمية والاستقرار وإعادة الإعمار. وخلال كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الكورية الأفريقية التي تعقد بالعاصمة سول، شددت المشاط على أن العلاقات بين القاهرة وسول تعد مثالا يحتذى به في قوة الروابط الثنائية، حيث قامت الأخيرة بدور بارز في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر. كما لفتت إلى أن الحكومة المصرية عازمة على مواصلة تبادل الخبرات مع الدول الأفريقية على صعيد مجال البنية التحتية من خلال القطاع الخاص، إذ انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في بناء بنية تحتية حديثة.